الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لشرف لي عظيم ونيابة عن زملاء الذين يرافقونني ونيابة عن مجلس إدارة العون المباشر ونيابة عن مجلس أمناء جامعة سيماد، فأثبتت جامعة سيماد ومن يديرها إن أبناء هذا البلد يقولون ويعملون خدمة لمواطنيهم وخدمة لشعب هذا البلد العظيم. اليوم نفتتح مستشفى الدكتور عبد الرحمن سميط الذي هو بالأساس من وجد هذه الجامعة ومن عمل هنا ومن افتتح ما يقارب أكثر من 32 دولة ليساعد المحتاج، يساعد إخوانه. أنا أشكر من قام على هذا العمل العظيم ومن قام على أن يضع جامعة سيماد في المرتبة الأولى بين جامعات جمهورية الصومال والجامعات في أفريقيا عموما. أشكر مرة أخرى القائمين على هذا المشروع وأهل هذا البلد الطيب، لأن نتطلع ودعوانا إلى المرحوم حيري قاسم الذي تبرع بهذه الأرض ويجعله الله إن شاء الله في ميزان حسناته في الآخرة، ولولا ذلك لما كنا هنا اليوم، وسيشفى إن شاء الله من هذه الأرض الطيبة. باسمكم جميعا نشكر عائلة والمرحوم حيري قاسم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامعة السمت دكتور عبد الرحمن صالح من حيلان كنت حقين كيسة شاب محمد القميس وفتق الله سعوده بلاران ورنتي كسو سفري وفتق الكويت سي اي اسفتال كان اي افران وعيقا اي دسين قلب كيسي داودي سنة اي كانان عرجيني انا اسفتال كان انو نقضو اسفتال اذيق ادي اد اتيسر اي لغوب حيو ودودك الصومالية عليس بدن وعافمات وايد بده وادي جرين كدبولا ان شاء الله تعالى. اسبتالك هو الكل دونا دكاتير صومالي اجانب او خبره سره iyo تخصصات سره انتو له waxaan rajaynaynaa ان si weyn looga faa'iideysan doono. waxaan rabaa inaan u mahadcelino dhamaan shaqaalaha jaamacadda simad oo runtii har iyo habeen u taagnaa in ay ka shaqeeyaan sidoo isbitaalkan u furmi lahaa iyo hay'adda caawinta mubashir xabiiskeeda Soomaaliya ilaa xabiiskeeda Kuwait oo ayagana har iyo habeen u taagnaa sidii hawshan quruxda badan ay u qabsami lahayd. aad iyo aad u mahadsantihiin iyagana jazaakallaahu khayran khayran kathiiran ayaan leenahay. dadkii ku soo tabarucay xoolaha maanta meeshan lagu camirayna iyagana ilaahay aakhiro jannatul firdaws alculya ha ugu bedelo. aad iyo aad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismillaahi raxmaan raxiim. waxaa la idhahaa doctor maxamed cumar aadan. waxaan ahay vice directorka medical serviceska cusbitaalka. isbitaalkan waa cusbitaal almost waxaa ka shaqayn doona 14 dhakhtar oo ah mutakhasisiin ah.